اكتظاظ، انتظار ولا مبالاة، فوضى، فضلات ونفايات منتشرة هنا وهناك، تجهيزات متآكلة، كل هذا وكأنك تتحدث عن سوق. ولكن صور مثل هذه أخذناها من القسم الاستعجالي للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس. نعم، صفاقس التي باتت وجهة داخلية وخارجية للاستشفاء والعلاج، نرى فيها مثل هذه الصور والحالات المقرفة. تشكو مختلف الوحدات الصحية والطبية والاستشفائية من بينها أقسام الاستعجالي بولاية صفاقس صعوبات كبيرة، من بينها الضغط الكبير المسجل على هذه الوحدات، وخاصة منها المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة والهادي شاكر من الوافدين عليها من المرضى من ولايات عدة، خاصة ولاية الجنوب، لافتقارها إلى المستلزمات ومتطلبات الطب الحديث والعصري. لابد من التفكير في توسيع هذا القسم، وهناك فكرة أخرى هو منها إحداث قسم استعجالي طبي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. لابد من الدرس هذه الفكرة بعمق والنظر في إمكانية بعث وحدة للاستعجالي الطبي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر. الفكرة وقع اقتراحها على وزارة الصحة، ويمكن النظر فيها بعمق مع وزارة الصحة ومع إدارة المستشفى الجامعي الهادي شاكر لبعث هذه الوحدة، حتى أتمكن من استقبال المرضى اللي عندهم إصابتهم عندها طابع طبي لا جراحي. إدارة المستشفى تحاول توفير كل المستلزمات الطبية الضرورية لإنجاح التدخلات الطبية. تعتبر صفاقس قطبا صحيا واستشفائيا هاما لما تتوفر بها من عيادات خاصة ووحدات صحية مختلفة إلى جانب المستشفيات، لكن هذه الأخيرة تعاني تهميشا ونسيانا كبيرين خاصة على مستوى أقسام الاستعجالي. مشاكل في الإرجانس هم مشاكل الحالية، هم مشاكل طاقة الاستيعاب اللي هي فاقت الحد متاع الكاباسيتي متاع الأوبيتال. كما تعرف الأوبيتال متاع صفاقس بريسيزيمون القسم الاستعجالي يبرون شارج برسك صفاقس والجنوب متاع الجمهورية التونسية الكل، حاجة اللي خلات لي ميدسان والإطار شبه الطبي يخدم دون لي كونديسيون معناتها ما همش لي بون كونديسيون متاع الخدمة. هذا دون بار. ثانيا المشاكل متاع ليرجونس هما مشاكل الانسيكوريتي وعدم الحماية، كو سوا الإطار الطبي والإطار شبه الطبي. دونك انتم جيتوا هكا مي اون افيكو دي مومون نو هجموا علينا وتعرضنا للخطر وهربنا، فهمت؟ القسم الاستعجالي لم يعد قادرا على مجابهة هذا الضغط وعلى تقديم خدمات طبية وفق المقاييس المطلوبة، فالتجهيزات الطبية تتعرض إلى الاستعمال المفرط والمتزايد لتلبية حاجة المرضى الوافدين من صفاقس ومن خارجها، الذي نجم عنه تعطب مستمر في التجهيزات، مما يترتب عنه تأخير في تقديم الخدمة الطبية المطلوبة، فضلا عن تدني مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض الذي استنجد بملائكة الرحمة.